هذا الحديقة منفس للسوريين والأردنيين بآن واحد، ومنه ملتقى للسوريين والأردنيين مشان الدمج ومشان زيادة المحبة بيناتهم. أول ما اجيت على الأردن يعني حسيت الحياة انتهت، إنه خلص يعني الشعور صعب، بس مضطرة يعني خسرت جوزي، ما بدي أخسر أولادي. يعني أتمنى سوريا ترجع نفس ما كانت وأحسن، نرجع لبلادنا. الدورات التدريبية تعلمنا مهارات التفاوض وفض النزاع. أول دورة حضرتها كنت متوترة يعني، وجو غريب ووجوه غريبة. حضرنا دورات تدريبية عدة والحمد لله استفدت منها، حسيت شخصيتي صارت أقوى. نحن كقادة مجتمعين حاولنا دمج المجتمعين الأردني والسوري. كتبنا فكرة المشروع إنه شفنا حاجة المجتمع لهذا الحديقة. الحديقة مو بس يعني إنه مجال للهو واللعب، بالعكس زاد التعارف بين السوري والأردني. أنا صارت معي جيت لهون تعرفت على أسرتين أردنيين وصاروا من أعز أصحابي. قبل سنتين ضايعة، لا الحمد لله هلا ما عندي رهبة من أي مشكلة تواجهني يعني.